السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا لعبة جميلة عائلية، يعني ممكن يلعبون بها الأطفال مع أبوهم مع أمهم أو الأطفال بيناتهم. اللعبة هذه كلش حلوة، عبارة عن كرات تخليهم بالوسط وكل واحد يضغط هنا، هذا يجي ويجر الكرة، من اللي يحصل كرات أكثر بنفس الوقت هو اللي يفوز. يعني مثلا هذا هنا لاعب يضغط هيجي، ايش قد حصل له؟ حصل له 2، مو دائما يحصل، يبقى يضغط لحد ما يحصل، وهذا نفس الشيء يضغط لحد ما يحصل، ونشوف من هو اللي يحصل الكرات. بس مو واحد يغش يعني يشيل الكرة بيديه ويخلينا، لا الغش مو حلو ترى. اللعبة كلش حلوة، وشوفوا راح نصور لكم اياها على البطيء. هيجي وراح يمسح هيجي، شوف جرها نزلت جوا هيجي، وهذا نفس الشيء من اللي يحصل. لعبة جميلة صراحة. شوف هذا حصل مثلا كم كرة؟ 4، هذا حصل شقد؟ 3، فهذا يعتبر الفائز. لحد ما تحصل الكرات، لحد ما تخلص الكرات، منو أكثر واحد هو هذا الفائز. لعبة جميلة كلش. يلا يعني من يحصل؟ راحت أيام زمان، كان يجون واحد يصورني يلعب معاي، صرت وحيدا. هذا المسكين أصلا ما يلوح. إيه تعال، عرفت شلون؟ هذه هي اللعبة وهذه كراتها. الحمد لله سعر القطعة $2.15، هاي العلبة مالتها، فالشي كل الجميل. هاي الشهادة مالتها $2.15 القطعة. الكرتون يحتوي على 36 قطعة، أقل كمية 5 كراتين، لكن العرض مستمر مثل ما قلت لكم. اللي ياخذ مجموعة ألعاب ممكن ياخذ 3 كرتون، واللي ياخذ حاوية كاملة أنا أجهزها بنفسي، أتواصل إياه بنفسي، واللي ياخذ أقل من حاوية الموظفين هم يكملون إياه التفاصيل. وشايفين ألف خير يا أحبائي، حتى الوانها حلوه بقى. حلو البلاستيك مالتها من قوي.